لا علة العلة، يا فانوس يضوع للسلف كله، يل صوتك أمان يحط فراش عليه، يل شفك حمام الشاه يندل. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اليوم هناك وقفة تابينية للشاعر الراحل والزميل جليل صبيح في ساحة التحرير. ستكون هذه الوقفة التابينية من ساحة التحرير وسيرا إلى جسر الجمهورية. الكل يعلم أن جليل صبيح له علاقة وثيقة بجسر الجمهورية، سوف نتعرف على هذه الفعالية من خلال أخ الشاعر جليل صبيح وبقية زملائه وذوي. كونوا ويانا مشاهدينا الكرام. السلام عليكم. عظم الله أجرك بأربعينية الشاعر جليل صبيح، ممكن تكلمنا عن فعالية هذا اليوم؟ عظم الله أجركم، شكرا لكم، شكرا للعراقية اللي فاجأتنا بحضورها المتواجدها دائما من بداية فاتحة المرحوم حتى في لحظات مرضه لحد اليوم. أما فيما يتعلق فعالية اليوم، جسر الجمهورية صديقي الله يرحمه، هي هوية المرحوم، قصيدته التي انتشرت في الشارع الأدبي والشعبي وعلى نطاق العراق كافة. جليل صبيح كان شاعرا وهو القائل: كن عراقيا إذا أردت أن تكون شاعرا. جليل صبيح وهو القائل في إحدى قصائده: هاتخذي قبوطي غط بغداد. جليل يعني أخذ طريقا خاصا بالشعر الشعب العراقي، وكان له بصمة خاصة واضحة تختلف عن أخريات أبواب الشعر. كان شعره غرائبيا، يخاطب الشعر، يخاطب الجسر، يخاطب جسر الجمهورية. حضرنا اليوم في هذا المكان تلبية لرغبة الفقيد الراحل الشاعر جليل صبيح، الذي أوصانا بإيقاد شموع المحبة وشموع الأمل على ضفاف صديقه وحبيبه وزميله اللي هو جسر الجمهورية، اللي كتب عنه قصائد كثيرة وكبيرة. حقيقة اللي حضروا الآن من شعرائه وأصدقائه والمتأثرين بقصائده، فلا نقول إلا أنه إنا لله وإنا إليه راجعون. الرحمة والمغفرة والرضوان إلى حبيبنا وزميلنا شاعر جليل صبيح. ترحم اليوم على روح شاعر مهم من شعراء العراق زامن فترة القصيدة العراقية من الثمانينات إلى هذا اليوم. شاعر له الفضل على كثير من الشعراء، شاعر يحمل من الإنسانية والطيبة والحب والكثير، شاعر الخسارة إنه يعني كوسط شعري أولا وكوسط صحفي، على اعتباره أنه جليل صبيح صحفي رياضي ومعروف زامن فترة التسعينات وما بعد الألفينات، كان مزامن إلى أبرز الأحداث الرياضية، وآخر تغطية كانت موجود بها كأس الخليج في البصرة. هذا اليوم يمثل ذكرى للشاعر الثروة، أنا أعتبره الوطنية للشعر الشعبي، وطبعا بالخصوص القناة العراقية ما فعله من برامج تذكارية، بالإضافة إلى أن هاي القصيدة اللي تغزل بها بجسر الجمهورية شاعر جليل صبيح، الصراحة هي كانت مؤثرة جدا من حيث الكلمات ومن حيث الأداء اللي قدمه وغزله بالجسر الجمهورية. البقية بحياتك وعظم الله أجرك. حياتك الباقية حبيبي، الله يوديك. اليوم أنت ابن الشاعر جليل صبيح اللي من حقك تفتخر بهذا الشاعر وهذا الإنسان قبل يكون شاعر، اليوم شنو تقول بهذا المناسب؟ أنا بالفعل أفتخر بأبوي أنه كان شاعر وصحف وإعلام وأفضل بالتاريخ، واليوم ذكرى 40 نعم، وكانت أول قصيدة قراها يا أبوي على جسر الجمهورية انتشرت بشكل كل كبير على العراق وبالوطن العربي عامة، بينما كان الشعر معروف عن الحزن أما الحب أما أبوي
كان لنا لمسة وطنية. نفتخر به. أول قصيدة إليه مال جلسة الجمهورية، وإن شاء الله أبواب الجنة مفتوح إن شاء الله. حافظة شيل أبوك من قصائد أبوك، يلا قولينا قصيدة. جسر الجمهورية صديقي. جسر الجمهورية صديقي. سنوات. بس خاصمت 4 سنوات. مرات أجيهم وما أشوفه، ومرات بنص بيتي بات.